الرئيس عبد الفتاح السيسي يعود بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق ويطوفون بالبيت العتيق. في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، قوات الاحتلال تنسف عشرات المنازل في قطاع غزة، ما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا بحضراتكم. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد توجه في تدوينة له على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بجزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على حفاوة الاستقبال بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة أداء فريضة الحج لهذا العام. يقضي حجاج بيت الله الحرام اعتبارا من اليوم في مشعر منى أيام التشريق الثلاثة لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بجمرة العقبة الصغرى ثم الوسطى فالكبرى، ويمكن للمتعجلين من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط، إذ يتوجهون بعدها إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع. الله أكبر، لا إله إلا
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد متى لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يواصل حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية رمي الجمرات في أول أيام التشريق، حيث من المقرر أن ينتهي الحجاج من المتعجلين من رمي الجمرات، وذلك عقب انتهاء ثاني أيام التشريق، ثم يعودون إلى مكة المكرمة تمهيدا لتأدية طواف الوداع، حيث تبلغ نسبة المتعجلين 50% من إجمالي عدد الحجاج. وكان حجاج الجمعيات قد مكثوا في منى بعد تحركهم من عرفة إلى مزدلفة وجمعوا الحصى، ثم تحركوا إلى منى لرمي الجمرات. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، شارك رجال الشرطة المواطنين الاحتفال بالعيد، حيث قاموا بتوزيع الورود عليهم في عدد من محافظات مصر. لما الأرض هتتكلم شوف بقى هتقول إيه عن مصر، البلد اللي ولادها أبطال وتاريخهم مليان نصر. صوت طيب يا ريس، بمناسبة عيد الأضحى، وتحيا مصر، تحيا مصر. البلد اللي ولادها أبطال وتاريخهم مليان. كل سنة وأنتم طيبين والشعب المصري كله بخير ووزارة الداخلية بخير. كل سنة والشرطة المصرية بخير. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، كل عام وانتم بخير. في ايدين تحمي وايدين تبني، وايدين صنعت وايدين زرعت. كل سنة ومصر طيبة واهلها وشعبها بخير يا رب. مصرية ويا ما فرعت. كل سنة وانت طيب يا ريس، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل سنة وانت طيب والشعب المصري كله بخير. سيادة الرئيس ووزارة الداخلية على الجهود الرائعة الجبارة اللي عاملينها في البلد وعلى الأمن والأمان. كل سنة والرئيس بخير والشعب المصري بخير. واللي بيسهر وبيحميها الناس بتنام هو عليها، ويضحي بروحه ويبديها علشان بلده جوه البلد. الله 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 المصريين لما يحبوها بجد، بتلاقي عزيمة وتضحية أبطال وعدل. كلنا واحد دايما بيحس بالامان ويبقى مبسوط ان هو ان نادر المسباح وبامان يعني. واللي يعلم واللي يفنن دي المصريه ويا ما. شكرا جدا لسياده الرئيس على كل تعبه ومجهوده معانا،
وميرسي جدا على الحلقه الجميله دي وسام تايني. تحيا مصر. كل سنه ومصر طيبه، كل سنه والداخليه طيبه وربنا يساعدهم وان شاء الله معاهم. كل سنه وانت طيب يا ريس، ومصر طيبه دايما. تحيا مصر. تحيا مصر. بجد ست الرئيس على الوردة دي، وبجد كوسان طيب. كل سنة طيبين يا رب، وعيد سعيد يا رب على الشعب المصري كله وعلى الشرطة المصرية. لما الأرض هتتكلم شوف بقى هتقول إيه عن مصر، البلد اللي ولادها أبطال وتاريخهم مليان نصر. حابب اقول للرئيس كل سنه وانت طيب، ويا رب تفضل كده ساند البلد دايما يا رب. البلد اللي ولادها ابطال وتاريخهم مليان. الله الله. كل سنه وانتم طيبين، وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي طيب. تحيا مصر. الله الله. المصريين لما يحبوها بجد. بورسعيد في امان بسبب الشرطه، واحنا عايشين في امان. وكل سنه وانتم طيبين. كلنا واحد دايما مع بعضنا كده. جميلة قوي، ومتشكرين، ربنا يخليكم لمصر ويحفظكم، وانتوا بتعملوا حاجة بجد قمة في الجمال. بقول للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كل سنة طيب. واللي بيسهر وبيحبيها الناس بتنام هو عليها، ويضحي بروحه ويبديها علشان بلده جوه القلب. كل سنة والشرطة المصرية طيبة، وكل سنة والرئيس طيب، وتحيا مصر. إحساس جميل طبعا، يكفي ان احنا نحس ان احنا في حد ورانا بيخاف علينا يعمل لنا صالح معين. تحيا مصر. 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 كل سنة وانتم طيبين. تواصل الحدائق والمتنزهات على مستوى الجمهورية استقبال الزائرين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث شهدت حديقة أم كلثوم والحرية إقبالا كبيرا من المواطنين للتمتع بأجواء العيد وسط المساحات الخضراء والأماكن المخصصة لألعاب الأطفال. أجواء من البهجة تسيطر على الحدائق والمتنزهات والتي تستمر في استقبال المواطنين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. فحديقة أم كلثوم تعد أحد أجمل الحدائق المطلة على كورنيش النيل، وتوفر لزائريها مساحات خضراء وأماكن للجلوس مطلة على النيل. هي حديقة أم كلثوم دي من الحدائق العامة اللي عملتها المحافظة، ودي بيبقى مكان يعني ترفيهي للمحدود الدخل، بحيث الناس اللي هي ما بتقدرش تروح النوادي او الاماكن اللي هي العاليه، ده مكان كويس على النيل بتخرج فيه انت واسرتك، بتقدر ان انت يعني بمصاريف قليله تتفسح وتقضي العيد في جو كويس. احنا في العيد بنزود الاعداد بتاعه الكراسي الترابيزات، بنتعاون احنا واداره الجنينه في نظافه المكان لاستقبال الجمهور، و كل باساس كل حاجه تبقى متاحه للجمهور، اللي احنا تبقى كل حاجه موجوده ومستعدين للجمهور كله اللي شرفنا. كما شهدت حديقه الحريه اقبالا كبيرا من المواطنين، والتي تتميز بجوها الهادئ والمساحات الخضراء، كما يوجد بها اماكن مخصصه للمشي والجري الى جانب العاب الاطفال. والله انا اول مره اجي هنا، وبجد يعني مش اخر مره ان شاء الله، بجد الاجواء حلوه قوي، والناس اللي هنا برضو كلهم محترمين، والجو لطيف والقعده حلوه. هنا اتبسطنا في الحديقه، والملاهي جميله وكل حديقه جميله واسعار حلوه، وكافيتيريا جميله برضو، والله مكرسان طيبين. الحديقه رحله حلوه كده، ونتمتع بيها ونسعد العيال معانا، ورحله سعيده ان شاء الله. اول مره اجي هنا الحديقه، مكان جميل ان شاء الله باذن الله، يعني وفسحه جميله باذن الله. جميله جدا، ويعني اول مره اخشها، ناس وصفتها لي بصراحه جميله جدا وبتاع، والاولاد فرحانين بيها وبتاع وكده.
حاجة ممتازة جدا وحاجة جميلة، وياريت تتكرر في كل الميادين وفي كل المحافظات وفي كل الأماكن. جينا الصبحية فطرنا فطر خفيف يعني عشان ما نوصل الجنينة ولا حاجة، شربنا عصير وحطينا حاجة برضه في مكان كويس، ورحنا كافتيريا ومشينا على الممشى بتاع الكورنيش، في ألعاب أطفال جميلة جدا الأولاد استمتعوا يعني، والقعدة هناك حلوة تحت الشجر جميلة، جو حر بس في أماكن حلوة يعني تقعدي فيها. أجواء احتفالية تستمر على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك وسط إجراءات تتخذ للتأكد من جاهزية مختلف الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين من الساعة 9 صباحا وحتى منتصف الليل. جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. واحتفالات أبناء البحر الأحمر والوافدين بثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تشهد الشواطئ والفنادق نسب إشغال تخطط 100%، وتوافد 100 الزائرين على شواطئ مدينة الغردقة، فضلا على إقبال الزوار من المحافظات الأخرى على رحلات السفاري البحرية. كما وصلت نسبة الإشغال في الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة إلى 90% في معظم الفنادق نظرا لزيادة السياحة الداخلية. طبعا عندنا نسبة إشغال 96%، عندنا طبعا أكثر من 21 جنسية موجودة بالأوتيل، طبعا تاني جنسية موجودة عندنا النهاردة المصريين، طبعا احنا بنقدم لهم خدمات مميزة طبعا من خلال البوفيه بيبقى مميز، بيبقى فيه أكلات شرقية، نقدم برضو برامج ترفيه ممتازة متنوعة للأطفال والكبار، وبنعمل حاجة مختلفة برضو للجيست عندنا في فترة العيد، بنعمل حاجة اسمها بيتش فيستفال لكل الجيست علشان بيبقى يتعمل له جازرين كله على البيتش، عشان دي بتبقى حاجة فيها فقرات مميزة للجيست وبيبقى فيها فقرات برضو متنوعة خلال البيتش فيستفال. بنعمل فقرات ما بين البيتش اريا والسويمينج بول علشان نبقى كفرج كل الاوتيل، كل الناس كل اللي بيبقى موجود في اريا معينه لازم يكون قاعد ومبسوط ومستمتع بالاقامه بتاعته. ان التاريخ سيتوقف طويلا امام تلك الحرب، يسجل بأساة كبرى عنوانها الامعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول إسرائيلي بحل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مجلس الحرب المؤلف من 6 أعضاء. وفي ذات السياق أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى اعتزام نتنياهو تشكيل مجلس محدود للمشاورات الحساسة كبديل عن مجلس الحرب المنحل. لا هدنة بدون قرار مني، هكذا أوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار الهدنة التكتيكية بقطاع غزة الذي أعلن عنه وزير الدفاع يوآف جالانت. الوزير الذي تخطى رئيسه أعلن أن الجيش سينفذ هدنة للأنشطة العسكرية في قسم من جنوب غزة للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، موضحا حتى توقيتات محددة للهدنة تبدأ من 8 صباحا وتنتهي في 7 مساء يوميا، وحتى إشعار آخر انطلاقا من معبر كرم أبو سالم وحتى طريق صلاح الدين ثم شمالا. نتنياهو الذي كان آخر من يعلم بقرار الهدنة أعلن فتح تحقيق في صدور القرار العسكري دون التنسيق مع المستوى السياسي، ثم خرج مسؤول كبير يؤكد أنه لن يكون هناك انسحاب من غزة قبل عودة جميع المحتجزين، وأن الحرب لن تقف إلا باتفاق وليس بالتزامات مسبقة. غداة هذا اليوم المشحون بأعلى مستويات التوتر داخل تل أبيب، أعلن نتنياهو حل مجلس الحرب المصغر الذي لم يعد به سوى 4 أفراد،
بعد أن استقال منه بيني جانس وغادي أيزنكوت منذ أكثر من أسبوع، ولكن قرار حل مجلس الحرب أتى بعد أن طلب وزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن جافير بالانضمام له، ولكن وسائل الإعلام الإسرائيلية خرجت بتسريبات تشير إلى أن نتنياهو لن يعيد تشكيل المجلس الملغى، بل سيستبدله بمجلس محدود للمشاورات الحساسة سيقتصر على وزير الدفاع جالانت ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم 55 بعد 200 على التوالي، تزامنا مع قصف عنيف طال منازل مأهولة ومنشآت وبنية تحتية. وفي ثاني أيام عيد الأضحى المبارك واصل جيش الاحتلال استهداف منازل الفلسطينيين، كما استهدف شمال مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، ونسف عشرات المنازل والمنشآت بعد تفخيخها عبر زرع الألغام والمتفجرات بداخلها غرب مدينة رفح الفلسطينية جنوب القطاع. وتم استهداف جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة بشمال القطاع، كما استهدف شرق مخيم جباليا شمال القطاع. في الأثناء أعلنت السلطات الصحية بقطاع غزة عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 37,347 شهيدا و 85,372 مصابة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين خلال 24 ساعة الماضية راح ضحيتها 10 شهداء و73 مصابة. هذا وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع غزة. وفي المقابل أعلن جيش الاحتلال إصابة 16 من جنوده وضباطه في معارك مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة خلال 24 ساعة الأخيرة. وأوضح جيش الاحتلال أن 3,848 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ 7 أكتوبر الماضي، من بينهم 1,942 خلال العملية البرية على القطاع، مشيرا إلى أن 662 ضابطا وجنديا إسرائيليا قد قتلوا، وأصيب 582 آخرون بجروح بالغة، وأن 241 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج بعد إصابتهم بمعارك غزة، منهم 28 بجروح خطيرة. كان الجيش قد أعلن في وقت سابق مقتل 19 ضابطا وجنديا من قواته خلال معارك غزة وعلى الجبهة الشمالية مع لبنان منذ مطلع الشهر الجاري. يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات تجريف واسعة ونصف مربعات سكنية في محور نتساريم بقطاع غزة. وتسيطر القوات الإسرائيلية على ممر نتساريم، وهو طريق يمتد من الحدود الإسرائيلية في الجنوب إلى البحر المتوسط، قاسما قطاع غزة إلى قسمين. عمليات تجريف واسعة ونسف مربعات سكنية في محور نتساريم بقطاع غزة قابلها قصف تجمعات لجيش الاحتلال في المحور برشقات صاروخية وعمليات تكتيكية لردع قوات الاحتلال. القوات الإسرائيلية تسيطر على ممر نتساريم، وهو طريق يمتد من الحدود الإسرائيلية في الجنوب إلى البحر المتوسط، قاسما قطاع غزة إلى قسمين. وفق مصادر إسرائيلية، فإن جيش الاحتلال يستولي على المباني المدنية حول الممر ودمر ما لا يقل عن 750 مبنى، فيما يبدو أنه جهد منهجي لإنشاء منطقة عازلة على جانبي الطريق، وفق استراتيجية يؤكد خبراء عسكريون ومحللون أنها جزء من مشروع واسع النطاق لتوسيع وترسيخ الوجود العسكري فيه، وقد جعلت حماس من الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة مطلبا رئيسيا في مفاوضات وقف إطلاق النار. ورغم استمرار المحادثات على مدى الأشهر الماضية بين إسرائيل وحركة
حركة حماس ظلت القوات الإسرائيلية تحفر مواقعها في الممر، حيث تم إنشاء 3 قواعد عمليات أمامية فيه منذ شهر مارس الماضي حسب ما أظهرت صور الأقمار الصناعية. أكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن الحديث عن وقف تكتيكي للحرب على القطاع أكذوبة إسرائيلية، مطالبا بفتح معبر رفح لتوفير احتياجات السكان خاصة في شمال القطاع. وأضاف مكتب الإعلام الحكومي بغزة أكثر من 16,000 طفل قتلهم الاحتلال خلال حربه المتواصلة على القطاع، لافتا إلى أن الوضع في الشمال مأساوي في ظل نقص الغذاء والدواء. وبينما يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى، يكافح الفلسطينيون النازحون في قطاع غزة لإطعام أسرهم. وقالت العديد من النساء النازحات في دير البلح بوسط غزة إن العيد هذا العام تغير بشكل جذري بالنسبة لهن مقارنة بالعام الماضي بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع لأكثر من 8 أشهر. مش قادرين نوفر أي حاجة كنا نوفرها في السنين الماضية. الأولاد انحرموا حتى إننا نجيب لهم لبس العيد الجديد. في الوقت هذا اللي مضحي اللي مش مضحي بكون عنده أقل إشي كمية متوفرة من اللحمة إنه يطعم أولاده في الوقت هذا، لكن في العيد هذا الحمد لله ولا حاجة، لا ملابس جديدة ولا حتى لحمة العيد ولا حلويات العيد. لعبة إنك تفرح ابنك فيها زي زمان مش متناولك إنك تجيب له إياها. عايشين معاناة كبيرة، يعني أكتر حاجة اللي هو فقدان الأهل. يعني إحنا صحيح طلعنا بإرادتنا من الشمال، طلعنا عن الحاجز، شردنا من الجوع اللي كان في الشمال، صحيح طلعنا بإرادتنا بس خلص مجبرين، يعني لأن الأولاد متحملوش. وكان جاي علينا شهر رمضان لما أجينا، بس لقيت يعني بنعاني الحمد لله من فقدان الأهل، فقدان الزوج والأولاد الأبو، وإن الواحد مش قادر يوفر لهم أدنى مقومات الحياة للأكل الصحي. بكفي يعني الحرب زادت وإحنا ما فيش عنا احتمال. يعني هنا أنتوا شايفين إحنا وين مكاننا، بيوتنا راحت، إحنا متدمرين نفسيا ماديا، عايشين في خيام، صار أكلنا الوباء، أكلنا الفقر، أكلنا الجوع، ما عندناش أي أساليب إن إحنا نفسيا تعبنا ككبار، كيف صغارنا، إحنا عشاننا وعشان صغارنا لازم توقف الحرب. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني إن الأعمال القتالية مستمرة في رفح الفلسطينية وفي جنوب قطاع غزة، على الرغم من إعلان الجيش الإسرائيلي عن وقف تكتيكي للعمليات للسماح بدخول المساعدات الإنسانية. وأضاف لازاريني أن هناك نوعا من الحرب الصامتة تجرى في الضفة الغربية، لافتا إلى أنه كان من الممكن أن ينصب التركيز عليها بقدر أكبر لولا حرب غزة. وأكد لازاريني أن الأونروا لديها تمويل حتى يوليو، مشيرا إلى أن الأمر غير معروف بعد ذلك وأنه يجرى التمويل من شهر إلى شهر. أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا مقتل 193 من موظفيها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهي تعد أعلى حصيلة ضحايا لموظفين أمميين في تاريخ الأمم المتحدة. أوضحت الأونروا أن قطاع غزة بات بفعل العمليات العسكرية المستمرة أخطر مكان في العالم على عمال الإغاثة،
في سياق ذي صلة أعلنت النرويج زيادة التبرعات للأونروا بواقع 100 مليون كرونة نرويجية، بالإضافة إلى 275 مليون كرونة حالياً. قال متحدث منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف جيمس إلدر، قال إنه ليس من الطبيعي أن يعيش أطفال قطاع غزة في رعب مستمر بسبب القصف الإسرائيلي. وشدد إلدر على أن قتل الأطفال والدمار في قطاع غزة لن يجلب السلام للمنطقة، مشيرا إلى أن التأثير الذي تحدثه الحرب على الأطفال يؤكد الاعتقاد السائد بأن الحرب على غزة هي حرب على الأطفال. يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أضاف القوات المسلحة الإسرائيلية إلى قائمة العار للمرة الأولى، وهي القائمة التي تضم الأطراف المتحاربة والتي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة. قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إن روسيا مقتنعة بأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ستسهم في إطلاق مفاوضات متساوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. هذا وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الولايات المتحدة استخدمت في السابق حق النقد ضد قرار يوصي الجمعية العامة بقبول فلسطين في الأمم المتحدة، مهددة بالقيام بذلك مرة أخرى إذا تمت إعادة النظر في هذه القضية. وشدد نيبينزيا على أن موقف واشنطن بهذا الشأن بدأ يفقد الدعم في العالم أكثر فأكثر، خاصة على خلفية الأحداث الدامية في قطاع غزة. حذر وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث من أن السلطة الفلسطينية قد تنهار خلال الأشهر المقبلة. وأشار بارث إيدي إلى نقص التمويل واستمرار العنف ومسألة عدم السماح لنصف مليون فلسطيني بالعمل في إسرائيل، وأضاف أن الوضع يعد بالغ الخطورة. تواصل مصر تكثيف جهودها في تجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة للأشقاء الفلسطينيين لمنفذ كرم أبو سالم، وذلك من خلال معبر رفح البري، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إجراءاته التعسفية والتي منعت دخول أي من شاحنات المساعدات اليوم وخاصة الوقود. تلك الممارسات والتعنت الإسرائيلي يفاقم الأزمة الإنسانية والصحية داخل قطاع غزة. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. أجدد الترحيب بكم مرة أخرى من أمام بوابة معبر رفح البري. ربما التطور الأهم اليوم هو خاص بعمليات القصف المستمرة في مدينة رفح الفلسطينية وليس بالمساعدات الإنسانية. فالمساعدات يبقى الوضع على ما هو عليه، هو عدم دخول أي من الشاحنات سواء كانت الغذائية أو حتى الوقود لدى منفذ كرم أبو سالم، لأن المنفذ لم يعمل اليوم ولم يتقبل الجانب الإسرائيلي لدى منفذ كرم أبو سالم أي من الشاحنات، رغم تجهيز مصر لعدد من الشاحنات الموجودة في الساحة الخارجية لمعبر رفح، وأيضا عدد كبير من الشاحنات الوقود، ربما أكثر من 10 شاحنات وقود مصطفى بالقرب من معبر رفح البري. لكن لازالت عمليات القصف، نسمع دوية الانفجارات، ربما كانت بشكل عنيف منذ قليل، وتصاعد أعمدة الدخان في القرب من معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وربما أيضا في المناطق الغربية من مدينة رفح الفلسطينية. كانت الدبابات
وأيضا نتحدث عن بعض الغارات الجوية التي كانت موجهة في بعض المناطق السكنية في مدينة رفح الفلسطينية. وهذا ما أكده المفوض العام لوكالة الأونروا السيد فيليب لازاريني بأن العمليات العسكرية مستمرة في مدينة رفح وفي جنوب قطاع غزة ولم يتغير أي شيء، وهذا يتنافى تماما مع ما أعلنه الجيش الإسرائيلي من وجود هدنة تكتيكية تسمح بدخول المساعدات أو حتى توقف جزئي للعمليات العسكرية. أيضا يعني المكتب الإعلامي الحكومي لقطاع غزة أعلن عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح هذا اليوم قامت بتدمير صالة المغادرة في معبر رفح من الجانب الفلسطيني، على الرغم من أنه في 7 مايو الماضي كانت هناك إحدى الصحف العبرية التي تقول أن حكومة نتنياهو أكدت للإدارة الأمريكية بأنها يعني لن تفعل شيء في مرافق وصلات المعبر الرفح من الجانب الفلسطيني تمهيدا للسماح بإعادة تشغيله مرة أخرى، لكن هذا أيضا لم يحدث. فنحن أمام نقيضين في يوم واحد، لم تدخل المساعدات ولم تتوقف العمليات العسكرية، وهناك أيضا تعرض لبعض المرافق في معبر رفح من الجانب الفلسطيني. إذن لازال الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات القصف وتضييق الخناق بعدم دخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية، ولازالت مصر تكثف جهودها واتصالاتها للوصول إلى هدنة من أجل وقف إطلاق نار كامل داخل قطاع غزة. هذه هي الصورة، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى. وزعت محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع السفارة الفلسطينية بالقاهرة ومع عدد من المؤسسات الأهلية الهدايا والعيديات والملابس واللحوم على الأسر الفلسطينية المقيمة في حي السبيل بالعريش. وأكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة أن مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية، وأنها تقوم بجهود كبيرة على كافة المستويات لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأشار المحافظ إلى أنه منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة رفعت شمال سيناء درجة الاستعداد على كافة المستويات، لافتا إلى استقبال العالقين والجرحى والمرضى الفلسطينيين والمرافقين وتقديم كافة الخدمات لهم بالمجان. السادسة متوقع. في محاولة لخفض التصعيد، المبعوث الأمريكي يجري مباحثات غير مباشرة مع حزب الله ويلتقي قيادة الاحتلال الإسرائيلي. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مصادر أن المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين أجرى محادثات غير مباشرة مع حزب الله، وذلك بواسطة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري. وبحسب المصادر، أوضحت وول ستريت جورنال أن حزب الله وهوكشتاين ناقش التوصل لاتفاق ينهي التوتر مع إسرائيل. أعلنت الرئاسة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين، ومن المقرر أن يعقد هوكشتاين اجتماعات مع كبار المسؤولين هناك لتجنب المزيد من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله. من جهته، أضاف مسؤول بالبيت الأبيض أن مستشار بايدن سيعمل على تعزيز الجهود لتجنب زيادة التصعيد على طول الخط الأزرق بين البلدين، حيث أدت الهجمات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني إلى زيادة المخاوف من اندلاع حرب واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط. على وقع الحرب الإسرائيلية المستعرة على قطاع غزة وما تتسبب به من كارثة إنسانية متفاقمة في القطاع، تتجه الأمور على الحدود اللبنانية الإسرائيلية نحو مزيد من التصعيد. تصعيد ربما كان محسوبا خلال أشهر مضت، لكنه ليس كذلك خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما تدركه الإدارة الأمريكية وتعلم بخطورته. وفي هذا الإطار تدور زيارة المستشار الأمريكي أموس هوكشتاين إلى إسرائيل. مسؤول بالإدارة الأمريكية أشار إلى أن هوكشتاين سيعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في إسرائيل للعمل على تعزيز الجهود لتجنب زيادة التصعيد بين تل أبيب وحزب الله على طول الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان، في وقت أسفرت فيه الهجمات المتبادلة الأخيرة عن اندلاع حرائق على جانبي الحدود. الضغوط
التي تسببها حرب غزة على إسرائيل وعلى الأصعدة كافة كانت واضحة خلال تصريحات للمتحدث باسم جيشها دانيال هاجاري، والذي أكد أن التوترات مع حزب الله تقود إلى حافة تصعيد أوسع نطاقا يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة بأكملها وفق تعبيره، لافتا إلى أن إسرائيل ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سكان المستوطنات الشمالية حتى استعادة الأمن على طول الحدود. الأحداث في المنطقة برمتها تؤكد خطورة استمرار الأوضاع في غزة على ما هي عليه، لما قد يترتب على ذلك من اتساع لنطاق الصراع، وهو ما يشير بصورة متزايدة إلى أهمية الإسراع بالتوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الحرب في غزة ويحافظ على ما تبقى من استقرار مهترئ في منطقة الشرق الأوسط. أعلن متحدث الحكومة الإسرائيلية ديفيد مانسر أن حزب الله أطلق أكثر من 5000 صاروخ منذ بدء التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وخلال مؤتمر صحفي أوضح مانسر أنه لا يوجد خلاف بين إسرائيل ولبنان على الأرض، وأنه لم تعد هناك حاجة إلى مجلس الحرب، لا سيما بعد استقالة بني جانتس، مشددا على ضرورة التمسك بأهداف الحرب في غزة رغم الثمن القاسي الذي تدفعه تل أبيب. أكدت قوة الحوثي في اليمن مهاجمتها لسفينتين مدنيتين بالإضافة إلى مدمرة أمريكية في البحر الأحمر وبحر العرب. وأشارت قوات الحوثي إلى أنه تم استهداف السفينة كابتن باريس في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية بعد انتهاك الشركة المالكة لقرار الحظر الذي فرضته قوات الحوثي. كما تم استهداف السفينة هابي كوندور بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدة أن العمليات قد حققت أهدافها. اتفقت عشرات الدول التي عقدت قمة دولية في سويسرا حول أوكرانيا على ضرورة دخول كييف في حوار مع موسكو بشأن إنهاء الحرب، مع تأكيد دعمها القوي لاستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها. بدوره علق الكريملين على المؤتمر بأنه أظهر عدم جدوى إجراء محادثات دون روسيا، واصفا نتائجه بأنها قريبة من الصفر. بعد أكثر من عامين على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، احتشد قادة وكبار المسؤولين من أكثر من 90 دولة في منتجع جبلي بمدينة لوسيرن السويسرية لحضور قمة تاريخية ليومين مخصصة لحل أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. القادة وكبار المسؤولين اتفقوا على أنه على كييف الدخول في حوار مع موسكو حول إنهاء الحرب، مع تأكيد دعمها القوي لاستقلال أوكرانيا. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أشاد بالنجاح الدبلوماسي للحدث الذي عقد في غياب روسيا، وقال إن الطريق مفتوح لعقد قمة سلام ثانية بهدف إنهاء الحرب بتسوية عادلة ودائمة، لكنه قال في مؤتمر صحفي ختامي إن روسيا وقادتها غير مستعدين لسلام عادل، وأضاف أنه بالإمكان بدء التفاوض مع موسكو حول السلام غدا إذا انسحبت من الأراضي الأوكرانية. البيان الختامي للقمة أكد أن التوصل إلى السلام يتطلب مشاركة جميع الأطراف وحوارا بينها، مؤكدا الالتزام بمبادئ السيادة والاستقلال ووحدة أراضي كل الدول بما فيها أوكرانيا ضمن حدودها المعترف بها دوليا. غالبية كبرى من المشاركين أيدت كذلك دعوة إلى تبادل الجنود الأسرى لدى الجانبين المتحاربين، لكن البيان لم يحظى بدعم جميع المشاركين. ورغم أن الإعلان الختامي ألزم الدول باتخاذ خطوات ملموسة في المستقبل من أجل تعزيز مشاركة ممثلي جميع الأطراف، تظل طريقة إشراك روسيا في العملية غير واضحة، خصوصا مع وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقمة بأنها خدعة لتشتيت انتباه الجميع.
أعلن الأمين العام لحلف الناتو يانس ستالنبرغ أن دول الحلف تبحث وضع مزيد من الرؤوس النووية في حال الجاهزية القتالية لمواجهة ما وصفه بالتهديد المتزايد من قبل روسيا والصين. ولم يكشف ستولتنبرغ عن التفاصيل العملياتية بشأن كم رأسا نووية يجب أن تكون جاهزة للعمل وكم يجب تخزينها، لكنه أشار إلى الحاجة إلى التشاور بهذا الشأن. كما شدد ستولتنبرغ على أن الشفافية يجب أن تكون حجر الزاوية لاستراتيجية الناتو النووية، مضيفا أن هدف الحلف هو عالم خال من الأسلحة النووية بحسب قوله. بدوره علق الكرملين على تصريحات ستولتنبرغ قائلا إنها تتناقض على ما يبدو مع بيان مؤتمر أوكرانيا وإنها لا تمثل سوى تصعيد آخر للتوتر. أكدت السلطات الأوكرانية أن روسيا تكثف من هجماتها على الجبهة الشرقية لإنهاك القوات الأوكرانية قبل وصول المساعدات العسكرية الغربية. وأوضح قائد الجيش الأوكراني ألكسندر سيرسكي أن القوات الروسية تبذل حاليا كل ما في وسعها لزيادة وتوسيع حدة الأعمال القتالية لإنهاك القوات إلى أقصى حد مع اقتراب وصول كمية كبيرة من الأسلحة والمعدات من الغرب، من بينها المقاتلات الأمريكية F-16، وذلك لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مواقع أوكرانية في 110 مناطق بالإضافة إلى عدد من الألوية العسكرية الأوكرانية. هذا وأضافت الوزارة أن وحدات قوات مجموعة الشرق سيطرت على مواقع أكثر فائدة واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في عدة مناطق في دونيتسك ومقاطعة زابوريجيا. أعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن رغبته في إعادة الاتصال بكوريا الشمالية لضمان سلامة منشأتها النووية، ودعا غروسي إلى عدم تكرار الأخطاء نفسها التي ارتكبت في الملف النووي الإسرائيلي مع كوريا الشمالية. كان خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين كانوا يزورون كوريا الشمالية بانتظام منذ عام 1992 قد طردوا من البلاد في شهر أبريل من عام 2009، وفي الشهر ذاته انسحبت بيونغ يانغ من مفاوضات دولية بشأن برنامجها النووي بدأت عام 2003 قبل إجراء تجربتها الثانية للقنبلة الذرية في الشهر التالي. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور كوريا الشمالية غدا الثلاثاء لمدة يومين في زيارة نادرة للغاية تسلط الضوء على شراكة موسكو المزدهرة مع بيونغ يانغ. أكد الكرملين أن زيارة بوتين لكوريا الشمالية تأتي بناء على دعوة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارة إلى أقصى شرق روسيا في سبتمبر الماضي، وتعد تلك الزيارة هي الأولى للرئيس الروسي منذ عام 2000. كما أكد الكرملين أن بوتين سيزور أيضا فيتنام عقب زيارة كوريا الشمالية. أكدت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية أن سيول وبكين ستعقدان الجولة الأولى من الحوار الدبلوماسي والأمني غدا في إطار اتفاق أبرمته الدولتان الشهر الماضي. وأشارت الوزارة إلى أن الدولتين تعتزمان خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول مسائل ذات اهتمام مشترك، من بينها العلاقات الثنائية والقضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية والأوضاع الإقليمية والدولية. تتزامن المحادثات مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية والمقررة غدا، وهي زيارة دفعت سيول وواشنطن إلى التحذير من أي تعاون عسكري إضافي بين موسكو وبيونغ يانغ. أعلن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أن علاقة الصين مع أستراليا تسير على المسار الصحيح مع تجاوز الشريكين التجاريين نزاعا اقتصاديا مريرا
وأجرى تشيانغ وهو أكبر مسؤول صيني يزور أستراليا منذ 2017 محادثات رفيعة المستوى مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عقب مراسم ترحيب في مبنى البرلمان. وبدأت العلاقة بين أستراليا والصين بالتدهور في 2018 عندما استبعدت كامبيرا مجموعة هواوي العملاقة من شبكة الجيل الخامس لخدمة الإنترنت فائقة السرعة لمبررات أمنية، بينما تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا وبلغ حجم التبادل التجاري 202 مليار يورو في عام 2023. قال وزير الدفاع التايواني وانغتون كو إن تايل تسعى إلى حرب مع بكين وأن سياساتها تتمثل في بناء قدرة ردع دفاعية متعددة المستويات لجعل من الصعب على الصين الاستيلاء على الجزيرة. تتعرض تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي والتي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها تتعرض لحملة ضغوط عسكرية وسياسية متصاعدة من بكين وذلك لقبول السيادة عليها وهو ما ترفضه الحكومة في تاي. مؤسسة حياة كريمة أنها تواصل ذبح الأضاحي الموكل لها من المتبرعين وذلك للعام الثاني على التوالي وتستمر عملية الذبح حتى عصر الرابع يوم عيد الأضحى. وأوضحت المؤسسة أنها تعتمد على خط لتوزيع اللحوم في جميع محافظات مصر من خلال المتطوعين ومكاتبها الميدانية والتي تتولى عملية استلام اللحوم وتوزيعها على المستحقين في النجوع والقرى والمناطق النائية والمدن الحدودية. كما أضافت أنها عملت أيضا على تخصيص نسبة من اللحوم للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة. إلى ميرنا إيهاب، أهلا بك ميرنا، كل عام وأنت بخير. كل عام وأنتم بخير، شكرا نهى وشكرا أدا وأهلا بحضراتكم. هذه جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. أعلنت الحكومة تولي جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ حزمة من المشروعات الهامة بمحافظات صعيد مصر. وأوضحت الحكومة أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ذلك لتطوير الريف المصري بإجمالي 1384 مشروعاً وبتكلفة إجمالية تتجاوز 26 مليار جنيه في 11 مركزاً بمحافظات المنيا وبني سويف وأسيوط. أكد تقرير حديث للأمم المتحدة أن العالم ما زال بعيداً عن المسار الصحيح لتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها في عام 2015 مثل معالجة الفقر والجوع، ذلك لأسباب من بينها نقص التمويل والتوترات الجيوسياسية وجائحة كورونا. خلص التقرير إلى أنه لا يوجد أي هدف من الأهداف 17 في طريقه للتحقق بحلول عام 2030، إذ أظهرت معظم الأهداف تقدماً محدوداً أو تراجعاً. وحتى التقرير الدول على معالجة النقص المزمن في التمويل وكذلك تحديث نظام الأمم المتحدة نفسه. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط في التعاملات الأسيوية المبكرة بعد أن أظهر مسح ضعف الطلب لدى المستهلكين الأمريكيين وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 0.18% ليصل إلى 82.47 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.2%
ليصل إلى 78.29 دولار للبرميل. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالمياً بنسبة 21% لتصل إلى 2.47 دولار للتر، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.7% لتسجل 2.81 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعدة لسحب المزيد من النفط من المخزون الاستراتيجي لوقف أي قفزة في أسعار البنزين هذا الصيف. وقال أموس هوكشتاين كبير مستشار بايدن إن أسعار النفط لا تزال مرتفعة للغاية بالنسبة لكثير من الأمريكيين، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في الشراء حتى العام المقبل، وتشتري وزارة الطاقة هذا العام نحو 3 ملايين برميل نفط شهريا من أجل الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، ذلك بعد بيع 180 مليون برميل في عام 2022 بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. انتهت أخبار الاقتصاد، وعودة مرة أخرى إلى نهى وأدب. شكراً جزيلاً لك. نهاية نشرتنا، إلى عناوينها: الرئيس عبد الفتاح السيسي يعود بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق ويطوفون بالبيت العتيق. في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، قوات الاحتلال تنسف عشرات المنازل في قطاع غزة، ما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين. مشاهدينا الكرام، نهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري. شكرا لكم. كل عام حضراتكم بخير. كل عام وحضراتكم بخير.